هذا نداء استغاثة. يوم الاحتجاج عبارة عن نداء استغاثة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لنقوله بلسان واحد: جامعة تبسة تغرق، هي في خطر من الناحية الإدارية والبيداغوجية والعلمية، رجاء 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 اسمعنا. مدير جامعة تبسة وطاقمه الإداري اللي يحترمون الأستاذ أساتذة جامعة العربية التبسي، وبتواطؤ من مصالح في وزارة التعليم العالي يصدرون قرارات على المقاس. تصوروا قرار يخص أستاذ واحد في الجزائر، في كل جامعة الجزائر، في كل المدارس الموجودة على مستوى التراب الوطني، هذا القرار يخص شخص وحيد فقط، وبالتالي نطالب برحيله. لم يصلنا أي انشغال من أي طرف، وكل الأساتذة بالنسبة لنا راهم كل انشغالاتهم مضمونة في جامعة العربية تبسي. وإذا كان عندنا أي أستاذ، أي أستاذ عنده أي مشكل، في الأبواب مفتوحة، وعمرنا ما أغلقنا الأبواب، سواء كان أستاذ أو عامل أو طالب.